فساد مستشري بشكل لا يصدق. هيدا تتحدث انت 2004؟ لا يصدق لا يصدق. فكنا نعاني الأمرين، كنا نعاني الأمرين، يعني مجالس تحقيقية مستمرة، فساد مستأصل مستأصل كان في وزارة التجارة للأسف. لكن يعني النخبة اللي كانت حولي الحمد لله يعني تعاونوا معايا بشكل جدا جيد، قدرنا أنه في وقتك أثير موضوع الطحين المخلوط ببرادة الحديد. هاي واحدة من الشغلات اللي الجيدة اللي سويناها، لأن ما رضخنا. جيدة؟ جيدة. شلون؟ احنا ما رضخنا لضغوط استيراد الحنطة، استوردنا أفضل حنطة اللي هي الحنطة الأسترالية وبأفضل الأسعار، وحتى نمنع أي فساد سوينا لجنة من كل المدراء العامين، والقرار لكل المدراء العامين، وأنا أعطيتهم الصلاحية مالي. شنو هاي اللجنة؟ هي من مدراء العامين، هي تقيم العقود وهي زين. تختار زين. فكانوا مقدمين عدة جهات معروفة عالميا المصدرين، فصار الضغط أنه هذا العقد افسخه، هو 1,000,000 طن حنطة. وجاني أحد الملحقين التجاريين مال إحدى السفارات وقال أنصحك أنه تلغي العقد وتشتري منه، تهديد واضح. فقلت له طالما أنا على هذا الكرسي هذا العقد يمشي، ومشيته. لكن طلعونا برادة الحديد، إحنا استوردنا حنطة من تجي برادة الحديد، وضعوها في مطحنة في بغداد. انتوا استوردتوا حنطه مو طحين؟ حنطه، والحنطه طحنتوها بالمطاحن اللي العراقيه، ووضعوا البراده في احد المطاحن. من اللي وضعها؟ اللي كان سبب او كان يريد سقوط حكومه اياد علاوي او تشويه الوضع العام، وكان يعني ربك ستر، لان كان مخطط لهذه هذا الطحين كان يوزع في مدينة الصدر حتى تكون الكارثة أكبر. لأن أستاذ أنت حكيتها وقطعتها، قلت أكو كان هناك من يريد أن يشوه أو يسقط حكومة أياد وسكتت. تقصد أياد علاوي؟ أياد علاوي. من اللي كان يريد؟ معروفين معروفين يعني ناس. والله أنا ما أعرف. واضحين إن يعني. والله أنا ما واضحة عندي. يعني ما أريد أن تجيب أصفائهم، لا يزال واحد منهم راح إلى رحمة الله، والأخ على قيد الحياة لا يزال يعرفوه حق المعرفة. أحمد الشلبي واحد منهم. واحد منهم أحمد الشلبي كان يريد أن يسقط حكومة أياد علاوي. ما يسقط، تهيئة للانتخابات القادمة يريد يسوي. ويعني إذن هي هاي كلها العملية مفبركة. مفبركة مال البرادة والحديد وال. طلعت تاني على التلفزيون وشوفتهم البرادة جديدة من أستراليا إلى الفاو، تأخذ تقريبا تأخذ يعني حوالي أكثر من 30 يوم. هل يعقل البرادة وعليها ماء البحر تبقى جديدة؟ جديدة، طلعناها على التلفزيون جديدة، موضوعة في مطحن من مطاحن بغداد، متعمدة كانت للأسف.